السلام عليكم. اليوم راح اورجيكم طريقة كيف تلغوا الحائط او الجارديان من الاوكولوس كويست عن طريق البرنامج. طبعا الاوكولوس اللي هو ميتا كويست عن طريق خلينا نحكي بلاي ستور في اندرويد وابل الاب ستور. فبتكتبوا ميتا كويست حيطلع لكم اوكولوس وبتنزلوا برنامج الاوكولوس، بعدين تدخلوا على البرنامج. طبعا تعملوا لوجن على حسابكم، تدخلوا بحسابكم بالاول. بعد ما تدخلوا بحسابكم تشبكوا الاوكولوس كويست في يو اس بي تايب سي مع الموبايل او السمارت فون تبعكم. اهم شيء يكونوا الاثنين شابكين على نفس النت او الانترنت او الوايرلس اللي عندكم في البيت. وبعد ما تركبوا اليو اس بي على الفي ار وعلى الهاتف او السمارت فون، البسوا الفي ار واعملوا سماح، اعملوا سماح او الاو لليو اس بي انها تشبك مع الموبايل. بعد ما تفتحوا الاب بتروحوا على المينيو، اخر شيء على اليمين تكبسوا المينيو القائمة. بعد ما تكبسوا على القائمة بيطلع لكم اشي اسمه الاجهزة اللي هو الديفايسز. تدخلوا على الديفايسز، طبعا لازم يبين لك انه الاوكولوس شغالة 100% كونكتد. بعدين بتروحوا على الهيدسيت سيتنج اللي هي اعدادات الهيدسيت النظارة. بتروحوا على طور المطور اللي هو ديفلوبر مود، بس تكبسوا على الديفلوبر مود. لازم تخلوها اون دايما، يعني خليها مفتوحة في الاوكولوس كويست. يعني هلا بس تكبس عليها لازم تخليها اون، ديفلوبر مود اون. بعديها بتروح بتلبس الفي ار، بتروح على السيتنج، بعدين على السيستم، بعدين تنزل تحت اخر اشي بتلاقي الديفلوبر طور المطور تحت، وبتطفي الحائط من الديفلوبر وخلاص. هيك انت تقدر تلعب اللعبة بدون اي حائط او بدون اي ليميتس او حدود في الاوكولوس كويست.